يلا اتفضل اتفضل. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمراراً للفعاليات والمحاضرات القيمة التي تحتضنها كلية عمان للإدارة والتكنولوجيا، فإنه يسرها اليوم أن تنظم هذه الورشة، ورشة العمل، وهي ورشة تتناسب مع الوضع الحالي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا. وكما يعلم الجميع فإن هذه الجائحة أثرت تأثيرا كبيرا على المستوى العالمي من حيث الآثار، سواء كان آثار اقتصادية أو آثار اجتماعية، وآثارها يعني وهي شاهدة على للجميع. وكمثال عليها في الآثار الاقتصاد العالمي، فالكل سمع عن تسريح مثلا العمال وانخفاض أرباح الشركات، بعض الشركات وإقفالها، أدى إلى إقفالها. والأمر كذلك بالنسبة للدول، يعني فدول كثيرة تعتمد اعتماد كلي على الاقتصاد السياحي، فبسبب الحجر الآن على التنقلات اللي سايرة بين الدول أثر عليها أكيد تأثيرا كبيرا على إيرادات الدولة. من هذا المنطلق نستضيف اليوم ويشرفنا استضافة الفاضل الدكتور محمد بن حميد الوردي ليبين لنا أثر هذه الجائحة على الاقتصاد العماني. والدكتور محمد هو يعني خريج من جامعة السلطان في 1998، وحاصل على شهادة الماجستير من جامعة لندن، وكذلك شهادة الدكتوراه من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة في سنة 2006، وعمل كأستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس حتى تقاعد منه في سنة 2018، وحاليا متفرغ لأعماله الخاصة. والدكتور له اهتمام كثير بالاقتصاد العماني، فلنرحب به جميعا وراجيا من الجميع الاستفادة من هذه الورشة القيمة. وأترك الميكروفون الآن للدكتور محمد ليمتعنا بورشته القيمة بإذن الله. شكرا جميعا. شكرا جزيلا للدكتور يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ بدء أود أن أتقدم بخالص التحايا إلى إدارة الكلية على إتاحة الفرصة لي لتقديم هذه الورشة، كما أود أن أرحب بالسادة المتابعين من الأكاديميين ومن الطلاب النجباء. الحديث عن كورونا حديث ذو شجون كما يقال، يعني لأنه حاجة فريدة من نوعها وأثرت على الجميع، سواء كان الأغنياء أو الفقراء. في السابق كانت أغلب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم، وخير مثال على ذلك الأزمة المالية التي تسبب بها بانهيار بنك ليمان برادر، كانت تقريبا تخصصت في القطاع المالي وتأثرت في طبقة معينة من المستهلكين ومن الأفراد. بينما جائحة كورونا أو كوفيد 19 كما يطلق عليها عالميا، يعني تقريبا أثرت في كافة تفاصيل الاقتصاد بسبب مكوث الناس في منازلهم، من عدم الطلب تماما، مما تأثر الاقتصاد بحدة. تأثيرات هذه الجائحة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والعماني خصوصا سنتطرق إليه في هذه المحاضرة القصيرة بمشيئة الله. سأحاول أتدرج في سرد التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العماني تبعا لمستجدات كورونا، فنبتدأ من البداية من شهر واحد إلى أن ننتهي إلى هذا اليوم، لكي نربط السادة المتابعين بالمشهد الحالي والمستجدات السابقة التي حصلت. فلنبتدي على بركة الله، نبدأ أولا بالأبعاد والتداعيات، يعني كمقدمة وكنبذة بسيطة عن الجائحة. والآن ما شاء الله يعني تقريبا الجميع أصبحوا من خبراء في جائحة كورونا، لأنها أثرت الجميع من صغار وكبار، من فقار وأغنياء، من رجال ونساء، فأصبحت يعني جائحة وصمت عام 2020، يعني كان ما شاء الله هذا العام تعتبر عام جوائح وعام نكسات بالنسبة للعالم وعمان خصوصا. فالبداية كانت في تقريبا على نهاية
2019 عندما بدأ انتشار الفيروس بالصين. كان في السابق يعتقد على أنه الفيروس بتكون فقط محدود في الصين، خصوصاً بعد ما قامت الصين الشعبية بإجراءات صارمة جداً للتغلب على هذا الفيروس، فكانت البشرية تقريباً متفائلين على أنه سيتم حصر هذا الفيروس، ولكن للأسف انتشر في العالم بأسره، وهذا بسبب العولمة التي نعيشها في الوضع الحالي. فالعالم حاليا أصبح مثل القرية الصغيرة وليس ككرة أرضية، وإنما كقرية صغيرة بسبب سهولة الاتصال وبسبب سهولة التواصل بين الناس. فانتشر المرض في كافة أرجاء العالم. في البداية ضرب كثيراً بعض الدول مثل الدول المجاورة للصين، ثم انتقل إلى إيران، ومن إيران انتقل إلى دول الخليج الأخرى، ثم بعد ذلك بدأت بالظهور حالات خطيرة من في أوروبا، خصوصاً في إيطاليا وأسبانيا، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأمريكيتين، خصوصاً في أمريكا وفي أمريكا الجنوبية في البرازيل في الوقت الحالي، حيث بلغ ما نشاهد في هذا العرض المرئي تجاوز الإصابات ما يقارب 8 ملايين إصابة، والوفيات تقريبا ما يقارب، خلينا نقول بتقريبا يقارب 450 ألف وفاة على مستوى العالم. وتقريبا أمريكا تعتبر أكثر دولة فيها إصابات، يعني ما يقارب 119 ألف، فهذا يؤدي دليلك إلى مدى انتشار الجائحة. أما بخصوص السلطنة فقد عانينا لمرضين منها. في البداية كانت على شهر 2 كانت بعض الحالات البسيطة، وكانت حالات أصيبت بالمرض نتيجة السفر للخارج، وخصوصا من إيران والصين وإيطاليا وهكذا، وبالرغم من التدابير والاحترازات التي اتخذتها السلطنة، ولكن للأسف إن شاء الله وقهذا قضى الله سبحانه وتعالى وقدره، فانتشر المرض فأصبحت الآن إصابات عبارة عن إصابات وباء مجتمعي، وليس مجرد حالات مستوردة من الخارج. فمثل ما لاحظنا في هذه الشريحة، يعني تقريبا اليوم بلغ مجموع الحالات تقريبا يقارب 26 ألف حالة، بينما حالات التعافي ما يقارب 11,797. عدد الوفيات رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم ودخلهم في سعي جناته تقريبا ما يقارب 116 وفاة، وفي حالات في العناية المركزية ما يقارب 102، نسأل الله تعالى لهم الشفاء العاجل مشيئة الله. فهذا يدلل، كل هذه الأرقام وهذه الإحصائيات تدلل على مدى تعمق الجائحة في كل دول العالم وتأثيراتها على المجال الاقتصادي. يعني تقريبا مثل ما يقال تقريبا ما يقارب 100 أكثر عن 190 دولة اتخذت إجراءات احترازية للتغلب على هذه الجائحة، ليس هذا فحسب، إنما قرابة 90 دولة اتخذت إجراءات بغلق جزئي أو كلي للاقتصاد، مما أدى إلى انحباس ثلث سكان الأرض في منازلهم. تصور يعني ثلث سكان الأرض أصبحوا في منازلهم بعيدين عن أعمالهم، بعيدين عن مصانع إنتاجهم وهكذا بالمنطق. هذا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، وهذا الذي حصل. الضعف الاقتصادي والركود أو حتى تقدر تستطيع أن تطلق عليه الكساد الاقتصادي يعتبر أسوأ كساد اقتصادي يمر به العالم منذ الكساد العالمي الذي ضرب العالم بعد الحرب العالمية الأولى، لذلك له تبعات اقتصادية عديدة، وهذا ما سنحاول نتطرق له. السلطنة في البداية اتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية، وقام صاحب الجلالة حفظه الله بتأسيس لجنة معنية بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهي بالمنطقة اتخذت عدة خطوات احترازية من أجل مواجهة هذه الكارثة، لأنه كانت في المقام الأول مربط الفرس كانت محاولة تجنب هذا الوباء والتعافي منه. فتم اتخاذ كثير من الاحتياطات، وأنتم ما شاء الله تقريبا أدرى بها، مثل تعليق الرحلات الخارجية والتي ما زالت قائمة، غلق الحدود بالكامل. أما المسافرين العمانيين كانوا موجودين بالخارج تم استقرارهم، وكذلك الطلاب وضعوا تحت الحجر الصحي للتأكد لعدم إصابتهم بالمرض، بالإضافة ذلك تعليقات أخرى، تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد، وكلها لأجل محاولة احتواء الوباء وتقليص عدد الموظفين ومنع التجمعات في الحدائق والمنتزهات. وتحت في النهاية تؤدى إلى تعطيل الدراسة وإغلاق المحافظات وعزل ولاية مطرح ومسقط، وكل هذه الأمور كانت مربطها من أجل محاولة احتواء الجائحة ومنع تفشيها، ولكن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في الوقت الحالي. بالمنطق هذه التداعيات وهذه التدابير الوقائية أدت إلى تعطل
جزئي أو شبه كلي للاقتصاد، ولذلك تداعيات متعددة وسنناقشها في سياق الشرائح القادمة بمشيئة الله. أولى، من ضمن التدابير التي اتخذتها السلطنة بخصوص العمل، تم تقليص العمل بنسبة كبيرة جدا، البعض منهم اضطر العمل عن طريق عن بعد، والعمل ده البعض منهم على العمل بنظام المناوبة، البعض منهم حتى بسبب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالقطاع الخاص أجبرت على تسريح بعض الموظفين العمانيين، البعض منهم أجبروا على أخذ إجازات مدفوعة لأجر أو حتى غير مدفوعة لأجر، وكلها من أجل محاولة التقلب على هذه الجائحة التي كما يقال أكلت الأخضر واليابس، فهي تسببت في تعطل جزئي أو شبه كلي للاقتصاد. من ضمن التداعيات التي بسبب هذه الجائحة التي أثرت على دول الخليج خصوصا بما ضمنها السلطنة في انهيار حاد لأسعار النفط بسبب الجائحة، انغلق الاقتصاد، أصبح لا يعني تقريبا ضعف الطلب على القطاع النفطي، ضعف الطلب على الاستهلاك النفط خصوصا في الصين، تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مستورد للنفط العماني، فسبب إغلاق المصانع نتيجة لتفشي جائحة كورونا، ضعف الطلب بحدة مادة إلى انهيار أسعار النفط المنطقة. أسعار يعني الجائحة التي تعرضت لها السلطنة ليست مجرد جائحة واحدة، ليست مجرد جائحة كورونا التي عصفت بالعالم بأسره، وإنما كذلك ضربتنا في مقتل بسبب انهيار أسعار النفط، لأن أسعار النفط هو الشريان الحيوي لموازنة الدولة، تقريبا 3 أرباع موازنة الدولة تبعها من قطاعي النفط والغاز، لذلك أي انهيارات في قطاع النفط ستؤثر مباشرة في موازنة الدولة، وإحنا مثل ما نعلم وسنشرح ذلك لاحقا اقتصادنا واقتصاد الدول الخليجية كلها اقتصاد ريعي قائم على استغلال الثروات النفطية من أجل تعزيز الإنفاق الحكومي، والاقتصاد بأكمله يعني كل مفاصل الاقتصاد قائمة على النفقات الحكومية، القطاع الخاص بسلطنة معتمد على النفقات الحكومية، لذلك أي انخفاض في الإيرادات النفطية سيؤدي إلى انخفاض في الإنفاق الحكومي ما يتضرر مباشرة القطاع الخاص، وهذا ما سنشاهده لاحقا. النفط، حديث عن النفط حديث شجون، يعني كان النفط ما شاء الله عند بداية السنة تقريبا مثل ما نلاحظ من هذا التشارت تمامنا تقريبا في مستوى السبعينات والستينات، عندما بدأت الجائحة مثل ما نلاحظ انهارت الأسعار إلى مستوى الأربعينات، مما زاد الطين بلة الاختلاف السياسي بين الدول المنتجة للنفط، فاجتمع الدول المنتجة والدول المتحالفة معهم مثلا بروسيا والسلطنة وهذا ما يطلق عليه دول أوبيك بلس، اجتمعت من أجل تخفيض الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ولكن للأسف لم يتوصلوا لأي اتفاق، مما قاد بدول أوبيك مثلا في المملكة العربية السعودية إلى الانحلال بالكامل من كافة المعاهدات من كافة الاتفاقيات السابقة بتخفيض الإنفاق، ليس هذا فحسب وإنما إطلاق العنان للإنتاج بأقصى طاقة ممكنة، مما أدى إلى انهيار حاد لأسعار النفط في تلك اليوم، إذا كانت تذكر تقريبا بداية شهر مارس انهارت الأسعار 30%، وهذه تقريبا السابقة عالمية. المهم انهارت الأسعار إلى وصلت عن النفط العماني وصل حتى أدنى من 20 دولار مثل ما نلاحظ من هذا الشهر، تضرر الجميع من هذه الحرب السعرية بين العملاقين بين روسيا وبين المملكة العربية السعودية، ثم جاءت الأقدار وبمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار هي متضررة كذلك بسبب النفط الصخري، أن تزايدت المطالبات لدول أوبيك بلس بالجلوس مجددا على طاولة المفاوضات وتحكيم العقل من أجل التغلب على هذا الانهيار، فاجتمع مجددا في اجتماع تاريخي قامت بتخفيض النفط ما يقارب 10 ملايين برميل، ما يقارب 10 برامل، هو الانخفاض بسبب الجائحة تقريبا يقارب 20 إلى 30 مليون برميل، لكن دول أوبيك بلس اتفقت على التخفيض ما يقارب 10 ملايين، وهذا يعتبر اتفاق تاريخي وتاريخي ليس بسبب كمية الخفض الحادة التي حصلت، وإنما كذلك بسبب دخول الولايات المتحدة كطرف مؤيد في الاتفاق، كانت في السابق الولايات المتحدة طرف ضاغط على دول أوبك من أجل زيادة الإنتاج لتخفيض الأسعار النفطية، لا أصبحت الولايات المتحدة مصدر النفط يعني مصدر صافي للنفط، فأصبح من مصلحتها ارتفاع أسعار النفط خصوصا النفط الصخري،
لذلك اتفقت الدول على تخفيض حاد، وبدأ الاتفاق تقريبا في بداية شهر مايو، فما أدى إلى ارتفاع الأسعار مثل ما نلاحظ من مستوى العشرينات إلى مستوى الأربعينات في الوقت الحالي. نصيب السلطنة تقريبا ما يقارب خفضت ما يقارب 200 ألف برميل. صح تخفيض حاد بس يؤثر على موازنة الدولة، ولكن كان أمر لا بد منه من أجل رفع الأسعار مجددا، ومثل ما نلاحظ الأسعار ارتفعت نتيجة هذا التخفيض ونتيجة الفتح الاقتصادات العالمية لمواجهة الركود الاقتصادي ما أدى إلى زيادة الطلب على النفط وتحسن الأسعار. لذلك تأثرت السلطنة بحدة. التداعيات التي تأثرت في السلطنة ليست فقط محصورة على القطاع النفطي فقط، وإنما شمل كافة مفاصل وأوصال الاقتصاد. وأولى هذه القطاعات الاقتصادية التي تضررت قطاع السياحة. نتيجة الاحترازات المتخذة تم إغلاق الحدود، تم إغلاق المطارات، منع التواصل الخارجي، فانضربت السياحة في مقتل. يعني تقريبا بداية شهر واحد تقريبا يعتبر ذروة الموسم الشتوي، من شهر واحد إلى شهر ثلاثة فانضربت بحدة، فبلغت الخسائر مثلا هذا كان إحصائية جديدة بالأمس فقط، انخفضت عوائد الفنادق في 3-5 نجوم من 24 مليون ريال كانت هذه في شهر إبريل 2019 إلى 1 مليون ريال لشهر إبريل الحالي، فهذا يدلل على مدى الخسارة التي وقعت. مثلا حتى عدد السياح، عدد السياح مثلا في شهر إبريل من 2019 كان ما يقارب 289 ألف، بينما لهذه السنة شهر إبريل 11 ألف سائح فقط. صور المقدار الانخفاض الحاد كذلك أثر هذا كذلك بالمنطق في قطاع الفنادق، فمثل ما أسرفنا تأثرت بحدة. مثلاً النزلاء في الفنادق من شهر إبريل كان 200 ألف 2019، هذا السنة تقريبا يقارب 12 ألف. نسبة الشفر كذلك كان السنة الماضية شهر إبريل 63%، هذا الشهر لهذه السنة انخفضت 16%. هذا دليل على مدى التضرر الكبير الذي حصل في قطاع السياحة وقطاع الفندقة في السلطنة. وليس هذا فحسب، وإنما شمل قطاعات أخرى مثل منها قطاع الطيران. يعني قطاع الطيران تأثر بحدة كذلك، وهذا على مستوى العالم، ولاحظنا شركات طيران عالمية كثيرة تقريبا أفلست أو على وشك الإفلاس. فمثلا حسب بعض الإحصائيات المنظمات المختصة بالطيران، فإن الخسائر في إيرادات قطاع الطيران العماني ستبلغ تقريبا 700 مليون دولار. الطيران خصوصا الطيران العماني يعني بحد ذاته بالسابق وكان مكبل بالخسائر، فزادت جائحة كورونا الطين بلة. كذلك تأثرت قطاعات مختلفة، من ضمنها قطاع التجارة. يعني بسبب إغلاق المحلات، بسبب إغلاق المولات التجارية، هذه كذلك تأثرت بحدة. يعني القطاع الوحيد اللي استفاد كان فقط قطاع التغذية وقطاع المواد الأساسية فقط، أما قطاع التجارة تأثرت بحدة. الأنشطة الصناعية سواء كان تم إغلاق كافة أنواع الورش في كافة المناطق الصناعية، في كافة المناطق الصناعية للورش الخفيفة مثل الحدادة مثل النجارة، فتأثر كثير من المواطنين خصوصا الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة تأثرت بحدة، حتى أن بعض منها وصل إلى درجة الإفلاس، وقال بعض منها حتى بتسريح بعض المواطنين بسبب هذه الجائحة. قطاع النقل كذلك، قطاع البناء والتشييد، قطاع المطاعم، يعني قطاعات كثيرة تأثر بهذه الجائحة. قطاع النقل واللوجستيات، قطاع الصناعة، يعني تقريبا مختلف مفاصل الاقتصاد تأثرت بهذه الجائحة التي عمت أو ضربت العالم بأسره. بما أن الموضوع عن الاقتصاد، ومثل ما سبقنا سلفا بأن موازنة الدولة بالكامل معتمدة على الإيرادات النفطية، اقتصاد ريعي، القطاع الخاص بأكمله معتمد على الإنفاق الحكومي، والإنفاق الحكومي معتمد بأكمله على الإيرادات النفطية. لذلك من الجميل أن نتطرق إلى الخسائر أو التداعيات التي تكون على الإيرادات المالية للدولة. فمثلا هذه السنة 2020 مثل ما تلاحظوا في الشاشة على اليمين تقريبا موازنة ما يقارب 13 مليار، الإيرادات المتوقعة ما يقارب 10 مليارات، والعكس ما يقارب 2.5 مليار. هذه الموازنة مبنية على إنتاج نفطي يبلغ 970 ألف برميل مثل الإنتاج اللي حصل فيه 2019، ومبنية على سعر برميل يبلغ تقريباً 58 دولار برميل. هذا سعر الموازنة، سعر برميل الموازنة، بينما سعر التعادل مثل ما تلاحظوا في الشارت موجود في الأسفل بالأخضر، سعر التعادل تقريباً ما يقارب 82 سعر التعادل بدون أي تعكس. هذا كان
هذا كان مخطط لي. الآن نزلت الأسعار وصلت إلى ما يقارب 40 دولار للبرميل. ليس هذا فحسب، كذلك الصدقنا بسبب الاتفاق والأوبك بلس اضطرت على أن تخفض الإنتاج من 970 ألف مثل ما كان مرصود له في المعزلة إلى الآن في حدود ما يقارب 700 ألف برميل. فمثل يعني بحسبة بسيطة يعني بالإنتاج المخفض على سعر 40 دولار للبرميل، فإن السلطنة تخسر قرابة 67% من الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة. 67%، يعني تصور يعني مدى ضخامة الرقم. يعني 67 ما حاجة سهلة جدا، خصوصا إنه الإيرادات النفطية تمثل 3/4 الموازنة. فمثلا متوسط مثلا النفط في شهر 6 تقريبا يقارب 23 دولار، متوسط في شهر 7 33 دولار، دائما ان شاء الله في شهر 8 مع التحسن ومع فتح الاقتصاد يوصل على الاقل قرب ال 40. فهذه الحسبه الموجوده امامكم الان على سعر ال 40. التاثر بالمنطق يعني ايرادات الموازنه معتمده 3/4 على الايرادات النفطيه والغازيه، بينما الربع المتبقي معتمد على الايرادات غير النفطيه. ولكن الايرادات غير النفطيه كذلك تاثرت. الايرادات النفطيه معتمده على الضرائب الدخل للشركات، معتمده على الرسوم، على رسوم الخدمات وعلى التاشيرات وهكذا، وكل هذه تاثرت كذلك بسبب الجائحه. لذلك تقريبا نستطيع القول بان الايرادات النفطيه والايرادات غير النفطيه كلاهما تاثر بحده بسبب جائحه كورونا. ومثل ما اسلفنا طاح، على ما تتاثر الايرادات الماليه للدوله يتاثر القطاع الخاص مباشره، وتتاثر كافه مفاصل الاقتصاد نتيجه لذلك. السلطنه بصريح العباره يعني بسبب الجائحه لم تتعرض لجائحه واحده او جائحه، وانما تعرضت في الحقيقه لثلاث جوائح. أولاهما جائحة كورونا والتي أدت إلى الإغلاق بشكل كلي للاقتصاد وتبعات ذلك مثل ما تطرقنا لذلك. الجائحة الثانية انخفاض الحاد للنفط من مستوى الستينات والسبعينات إلى مستوى الأربعينات. الجائحة الثالثة التي تعاني منها السلطنة في الأساس هي جائحة العجز التراكمي والدين العام للسلطنة. السلطنة منذ بداية انخفاض أسعار النفط في 2014 ارتأت عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن وعدم التقليل الإنفاق في الموازنة من أجل تحفيز الاقتصاد. لذلك اضطرت السلطنة إلى الاستيقاظ لتغطية العجز. فمثل ما نلاحظ تقريبا في 2014 كانت ديون تقريبا يقارب مليار وتقريبا وحتى أقل يعني في 2013، وكان نسبة الدين من الناتج المحلي ما يقارب فقط 5%. بدأ تباعا الأزمة النفطية، لاحظنا يعني كانت انخفاض أسعار النفط نتيجة الأمور السياسية ونتيجة نفط الصخرة في 2014 و2015 انخفض بحدة جدا، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية وتراكم العجز مثل ما تلاحظ تقريبا 2015 بلغ ما يقارب 5 مليارات عجز تراكمي. اللي في الجدول بالأعلى باللون مثل ما وضح بالأسفل، اللون الأزرق الداكن هو العجز التراكمي على مدار السنين، أما اللون الأزرق السماوي هو العجز لكل سنة. فتقريبا ذروة العجز كانت في 2016 حيث كان العجز ما يقارب 5.3 مليار ريال عماني، مما أدى إلى ارتفاع العجز التراكمي إلى 10.9 مليار. المهم تواصلت الأمور بهذه الطريقة إلى أن وصلنا في 2019 إلى عجز تراكمي يبلغ ما يقارب 20 مليار ريال عماني. 20 مليار ريال عماني. بالمنطق تم تغطية هذا مثل التشارت الموضح بالأسفل، اللون السماوي يمثل الاقتراض الخارجي أو الدين العام، أما باللون الأزرق يمثل السحب أو تغطية العجز من خلال السحب من الاحتياطي. فالمهم تقريبا الدين العام للسلطنة 2019 وصل ما يقارب 16.5 مليار ريال عماني. 16.5 مليار ريال عماني، وهذا رقم كبير يعني يصل إلى ما يقارب 60% من الناتج المحلي للسلطنة. الناتج المحلي للسلطنة يصل ما يقارب 30 مليار ريال عماني. لذلك رقم كبير جدا بسبب تراكم العجز نتيجة انخفاض الحاد لأسعار النفط منذ 2014، وللأسف كذلك نتيجة اعتمادنا المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل. وبالتالي هذه العجوز التراكمية مثل ما تعلمون وهذا ليس بغريب عليكم أدى إلى تخفيض التصنيف السيادي للسلطنة من قبل كافة وكالة التصنيف السيادي، ستاندرد أند بورز، فيتش وموديز، كلها خفضت تصنيف السيادي للسلطنة للأسف إلى درجة غير استثمارية كما تعلمون. هذا بالمنطق كذلك أدى إلى تراكم فوائد على السلطنة.
ففوائد الجوع على السلطة مثلا السنة القادمة ستبلغ مليار ريال عماني، وهذا رقم كبير جدا يستنزف موازنة الدولة لتدليل المتابعين على قيمة المليار ريال عماني. مثلا سأضرب مثلا بسيط للتوضيح، مثل شيء يذكر شارع الباطنة، شارع الباطنة مثلا شارع الباطنة السريع يعتبر أيقونة الشوارع بالسلطنة، أربع خانات يعني تبدأ من مسقط إلى الحدود العمانية الإماراتية، تكلفته أقل عن مليار ريال عماني، تكلفته أقل عن ريال عماني، بينما السلطنة تدفع مليار ريال عماني فوائد على الديون، لذلك ديون المتراكمة وفوائدها أصبحت تثقل كاهن الموازنة، ولذلك لابد من تنويع مصادر الدخل. ولله الحمد يعني الخطاب السامي لصاحب جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه في خطاب العرش له يعني يؤكد على وجوب التغلب على هذا العجز بتنويع مصادر الدخل من خلال عدة خطوات تتمثل في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتقليل تكلفته وزيادة كفاءته ورشاقته، دراسة جدولة الشركات الحكومية للتغلب على خسائرها وزيادة ربحيتها لتعظيم العوائد على موازنة الدولة. وقد لاحظنا مؤخرا المرسوم السلطاني بتأسيس جهاز الاستثمار العماني الذي سيضم تحت مظلته الصناديق السيادية للسلطنة وكافة الشركات الحكومية التي تربو على 66 شركة حكومية، لذلك من المؤمل أن تبلغ وصول هذا الصندوق أو الجهاز الجديد ما يقرب أكثر من 80 مليار ريال عماني. لذلك إن شاء الله متفائلين على أن يعمل هذا على تقليل التكاليف وتوحيد الخطط الاستثمارية لهذه الصناديق والشركات لمنع التشتت ومنع التداخل بين هذه الاستثمارات، ما يؤدي إلى تقليل التكلفة وتعظيم العوائد من أجل رفض الموازنة الدولة وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الرؤى التي تطمح إليها رؤية عمان 2040. رؤية عمان 2040 رؤية طموحة جدا تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، يعني رؤية اقتصادية بحتة في المقام الأول. فيدلل هذا ذكر العجز التراكمي وهكذا يدلل كم مقدار العجز الذي سنعاني منه هذه السنة وكم مقدار الديون التي قد تضطر لها السلطنة، بالرغم من السلطنة حاولت الآن قدر المستطاع تقليل النفقات من أجل التغلب على العجز الهجول التقاعد الإجباري من أجل تقليل الضغط على الموازنة وهكذا، لكن يحاول قدر المستطاع، لكن الجائحة تفوق قدرة وطاقة الجميع. وقد لاحظنا كيف تسببت في الوقت الحالي انخفاض تقريبا ب 67 للإيرادات النفطية، لكن نامل بمشيئة الله في قادم الأيام مع الفتح الاقتصادي العالمي أن تتحسن الأسعار وأن يعافينا الله سبحانه وتعالى من هذه الجائحة. بالمنطق الجائحة ستؤثر بحد على الناتج المحلي، وهذا ليس فقط على السلطنة وإنما على العالم بأسره. فقد توقع الصندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي سينكمش بحدة هذه السنة بسبب جائحة كورونا وبسبب غلق الاقتصاد، مثل ما نلاحظ في هذا المخطط الواضح أمامكم. المستهدف كان لنمو الناتج المحلي هذه السنة 2020 ما يقارب 3% حسب مستهدف موازنة 2020، ولكن بسبب هذه الجائحة القاسمة من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العماني حسب التوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما يقارب 4%. بالمنطق في توقعات مختلفة من جهات مختلفة، فهذا الرقم 4% على أن يتعافى بنسبة 2% سنة 2021. وهذا الانكماش في الاقتصاد العماني مثل ما ذكرت ليس فقط على الدول على السلطنة أو الدول الخليجية النفطية وإنما العالم بأسره. للتغلب على هذه الأضرار الحادة التي أثرت في الاقتصاد العماني اتخذت السلطنة تدابير متعددة من أجل التغلب عليها والتخفيف عليها، خصوصا من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت من أكبر المتضررين بسبب توقف السيولة المالية سيولتهم المالية وبسبب عدم وجود مخزون مالي لديهم ما أثر فيهم بحدة بعكس الشركات الكبيرة. تقريبا نستطيع أن نجمل التدابير التي اتخذتها السلطنة إلى تدابير مختلفة، من ضمنها التصنيف يعني من أجل السادة المستمعين والمتابعين
تدابير نقديه وتدابير ماليه وتدابير ضرائب وتدابير توظيف. التدابير مقصود التدابير النقديه التدابير التي اتخذها البنك المركزي، فقد قام البنك المركزي بزياده السيوله في القرض المصرفي ما يقارب 8 مليارات ريال عماني من خلال تحرير السيوله الوقائيه لدى البنوك، كما قام بتخفيض معدل الفائده الاقتراض للبنوك، تخفيض معدل الخصم وهكذا، ونسبه السماح للاقتراض للقروض للبنوك وهكذا. وهذه كلها الهدف منها مساعده الشركات المتضرره من جلب التغلب على الأضرار المترتبة. كذلك أوصى البنك للبنوك بالبنك المركزي والبنوك التجارية بتأجيل الأقساط للشركات المتضررة والأفراد المسرحين المتضررين من هذه الجامحة لفترة طوال من 3 إلى 6 أشهر للتغلب على هذه الصعوبات التي واجهتهم. بالإضافة ذلك السلطنة صاحب الجلالة مؤخرا أسس لجنة اقتصادية معنية بمواجهة وللتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وقد عقدت اجتماعها أول اجتماعها اليوم برئاسة معالي السيد وزير الداخلية، ونأمل في المستقبل إن شاء الله ستخرج بتوصيات تخدم وتخفف من الآثار المترتبة لهذه الجائحة. من ضمن التدابير التي اتخذتها السلطنة بعد ما انتهينا من التدابير النقدية سنعرج على التدابير المالية، حيث تفضل صاحب الجلالة وأمر بتقريب تحفيز بحزمة اقتصادية تبلغ 300 مليون ريال عماني بإنشاء بعض المشاريع الاستثمارية والخدمية، وهو الهدف منها تحفيز الاقتصاد العماني وتحفيز القطاع الخاص. فمثل ما نعلم بسبب الجائحة اصدرت السلطنة لتخفيض الموازنة بما يقارب 10% أكثر، حيث كان تخفيض ما يقارب أكثر من 1.5 مليار من الموازنة، وتم تجميد المشاريع الإنمائية وتم تجميد مشاريع الشركات الحكومية وهكذا. وبالمنطق هذا مثل ما أسلفنا سابقا اقتصادنا اقتصاد ريعي معتمد على الإنفاق الحكومي، فهذا أثر تلقائيا على القطاع الخاص، لذلك جاءت هذه الأوامر على الأقل لمحاولة تحفيز القطاع الخاص وانتشاله من براثن الركود الواقعة بسبب الجائحة. كما أما بالنسبة من السياسة الضريبية من أجل تخفيض تداعيات الجائحة، فوصت اللجنة العليا سابقا بتأجيل الكثير من الضرائب على الشركات وتأجيل بعض الرسوم المترتبة على الشركات وعلى الأفراد وعلى بعض الخدمات المقدمة من الحكومة، وتأجيل بعض الأقساط المعنية بالصرف الكرافت وبنك التنمية، وكلها كان هدفنا تقليل تخفيض الأثار. أما من ناحية السياسة الوظيفية فقد وصلت اللجنة بعدم تسريح أي مواطن في القطاع الخاص، وإنما يتم إجراء بعض الترتيبات مع المواطنين سواء كان الخروج بإجازة فعال أو من رصيدهم من إجازة، أو حتى التفاوض فيما بينهم بما فيه المصلحة العليا للشركة من خلال تقليل رواتب وأجور العاملين قدر المستطاع التغلب على هذه الجائحة. كما تم مؤخرا إنشاء صندوق الأمان الوظيفي، وقد تبرع صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ب10 ملايين لهذا الصندوق، ونأمل تفعيل الصندوق لأن الوقت الآن هو الوقت المناسب لأجل تفعيل هذه الصندوق لمساعدة المتأثرين من هذه الجائحة من المواطنين. فهذا فقط بعض الجزئيات التي اتخذتها السلطنة للتغلب على التداعيات الاقتصادية للجائحة. يعني ما شاء الله يعني تقريبا الجائحة فرضت نفسها، وكان تقريبا أغلب حديثنا من البداية كان كله سلبيات، وهي سلبيات ما بيدينا، لكنها هذا الواقع المؤسف كما يقال الذي أثر في العالم بأسره. ولكن يعني مثل ما توجد سلبيات توجد كذلك إيجابيات، فتوجد إيجابيات متعددة من الجائحة. من ضمن هذه الإيجابيات التي حصلت انتعشت بعض القطاعات الاقتصادية المهمة بالسلطنة وفي العالم بأسره. من ضمن الأنشطة التي انتعشت هي نشاط التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية ما شاء الله، لأنه أصبحت أغلب الناس يعني مقيدين بالمكوث في بيوتهم لتفشي
انتقال الوباء إليهم، أغلب المحلات والشراء والمولات تم إغلاقها، ومثل ما يقال رب ضارة نافعة، فاستفادت القطاعات التجارة الإلكترونية في سواء كان في العالم أو في السلطنة على مستوى العالم. ما شاء الله شركة أمازون تعتبر الآن أغلى شركة من ناحية القيمة السوقية، يعني تأثر يعني استفادت بحدة من هذه الجائحة. كذلك الشركات التجارة الإلكترونية مثل ماركت اكس، مثل بعض شركات التوصيل موجوده بالسلطنه كذلك، يعني مثل مندوب، مثل بعض السوبر ماركتات عملت قامت بالتوصيل مجاني للبيوت، استفادت وانتعشت بحده، وسنلاحظ ذلك كذلك لاحقا. كذلك من ضمن الانشطه التي استفادت القطاعات قطاع المعلومات والاتصالات او قطاع الاقتصاد المعرفي، في شركات الاتصالات اصبح الان العالم باكمله بسبب الجائحه والعزل والمكوث في المنازل، اصبح بكامل الاعتماد على شبكات الاتصالات. فشركات الاتصالات في السلطنه كشركه نوراس وشركه عمان استفادت من خلال أن أصبحت الكثير من الخدمات بسبب الجائحة أصبحت إلكترونية، مثل الحكومة الإلكترونية أصبحت كثير من الخدمات تقدمها السلطنة يتم عن طريق العمل سواء كان العمل للشركات، العمل للقطاع التعليمي، العمل للجهات الحكومية بعد تعقليص الموظفين في المكاتب اضطرت للعمل عن بعد، بالمنطقة هذه يتطلب استخدام شبكات الاتصالات. التعليم بسبب الجائحة تم إغلاق المدارس والجامعات، فاضطرت الجامعات والكليات، وانتم بدرى بهذا الشيء يعني في كليتكم الموقرة بالعمل بالتدريس عن بعد، ما أدى إلى ازدهار هذه الأنشطة مثل بعض المنصات مثل منصات أسهل ومنصات تعليمية الأخرى. كذلك من ضمن الأنشطة التي استفادت الأنشطة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، لأن هذه أصبحت شريان الحياة، ما منها بد، يعني كل الاقتصادات والسلع قد تتأثر لكن هذه لا غنى عنها، ما تؤدى إلى استفادتها من هذه الجائحة. فهذه تقريبا الاقتصاديات ما شاء الله استفادت بحدة من الجائحة. السلطنة كذلك مثل ما أسلفنا سابقا من ضمن الأنشطة التي ازدهرت فيها السلطنة قطاع اقتصاد المعرفة أو الثورة الصناعية الرابعة، فتكيفت واستفادت بحدة من هذه الجائحة من خلال التعليم عن بعد، من خلال التجارة الإلكترونية. ففي مجال التجارة الإلكترونية مثل ما ذكرنا سابقا، يعني بعض المنصات مثل ماركت اكس كانت من قبل موجودة قبل الجائحة لكن ما شاء الله انتعشت. كذلك الآن لاحظنا مؤخرا يعني من عدة أيام تم تنشين منصة تعريض، كذلك هذه كلها لتوصيل الطلبات. حتى الآن شركة أسيار بلس عملت منصة كذلك لتوصيل الطلبات وهي منصة عالمية. كل هذه الجهود وكل هذه الابتكارات والمنصات الإلكترونية خرجت من رحم كورونا، ليس هذا حصل كذلك، بينما ما شاء الله يعني حصلت ابتكارات كثيرة، حتى ابتكار مثلا تطبيق بحار لشراء الأسماك أونلاين، كذلك لشراء المنتجات الزراعية سواء كان سوق الموالح أو التنسيق مع المزارعين لاستحداث منصة مار بلس. وكل هذه عبارة عن جهود شبابية بالتعاون التنسيق مع الصندوق العماني التكنولوجيا التابع لجهاز عمان الاستثمار. ليس هذا فحسب، يعني حتى الآن مع قبل العيد وشراء الحيوانات للذبح بالعيد والهبطات وهكذا، أصبحت هذه كل الجمعات مغلقة. لذلك الشباب تقوم باستحداث منصة ثروة حيث تقابل فيها البائع والمشتري وجها لوجه بسيط وبدون أي دلال وهكذا. فما شاء الله يعني رب ضارة نافعة، كل هذه الأشياء الإلكترونية وكل هذه المنصات الاقتصاد المعرفي كلها انتعشت بسبب الجائحة. يعني أفضل مثال لهذه الأشياء التي استفادت منها التطبيق الإلكتروني الذي نحن نستخدمه الآن، يعني كل التطبيقات الإلكترونية للاجتماعات عن بعد والتراسل عن بعد كلها انتعشت. يعني شركة زوم مثلا، يعني زوم طبعا من البرامج التي انتعشت بحدة في هذه بسبب الجائحة. هتصور يعني الآن القيمة السوقية لبرنامج زوم، برنامج صغير جدا، يعني أصبحت القيمة السوقية لي أكثر بكثير من القيمة السوقية لعدة شركات طيران بكامل أساطيلها وعتادها وموظفيها وطائراتها. أصبح هذا البرنامج الصغير
كيف سوقيا اغلى منها. تصور يعني من ضمن البرامج التي استعدت ضد السلطنه برنامج لما، يعني هذا برنامج عماني كذلك بالتعاون مع صندوق العماني للتكنولوجيا. فنلاحظ يعني لكي لا اطيل، لان الوقت لا يسعفنا، يعني الان تقريبا قضينا كثير من الوقت، ما جبت واحد وقت للمناقشه. فنلاحظ يعني كل هذه البرامج الالكترونيه والمنصات كلها انتعشت بسبب الجائحه. لذلك الجائحه لها إيجابيات متعددة، من ضمن هذه الأشياء اللي تطرقنا لها، لكن من ضمن الأشياء التي استفادت من الجاية حسب وجهة نظري هي رؤية 2040. رؤية 2040 سترى النور في السنة القادمة، بالرغم من البداية الصعبة للرؤية بسبب انخفاض الحد أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية وهكذا، لكن بصراحة يعني الجاية عطتها دفعة من عدة نواحي. من الناحية الأولى الآن مرتكزات الجائحة تقوم على إعادة هيكلة القطاع الحكومي، الآن تتم إعادة هيكلة القطاع الحكومي للتكيف مع الانخفاض الحاد للنفط. الجائحة مرتكزات 2040 تقوم على إعادة هيكلة الشركات الحكومية وزيادة ربحيتها، ولاحظنا قد تصل المرتب بإنشاء جهاز عمل الاستثمار ودمكن كلهم مظلت جهاز واحد، ما يؤدي إلى الإشراف المركزي عليهم والتقليل من تكاليفهم، وهذا من مرتكزات 2040. تنويع مصادر الدخل سيكون دافع وسيكون حاجة ضرورية، أجبرتنا الظروف الجائحة والجار حاد النفط، وهذا من الأهداف المرتجة من 2040. في رؤية 2040 قائمة على في التعليم، يعني قائمة على التعليم عن بعد وعلى الابتكار، وفي الاقتصاد قائمة على الاقتصاد المعرفي وعلى الابتكار واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. ولاحظنا الآن يعني من أفضل مثال لذلك هذه الشاشة الواضحة أمامكم، كل هذه المنصات الإلكترونية وكل القائمة على الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية الرابعة، يعني تقريبا الجائحة عجلت وسرعت بتأسيس وبتطبيق وباستخدام هذه التطبيقات والتعليم عن بعد والعمل عن بعد وهكذا. لذلك هذه يعتبر تقريبا أحد فوائد جائحة كورونا، بالرغم من نكباتها وبالرغم من مضارها الخطيرة علينا جميعا، لكن تبقى لها بعض الفوائد. من ضمن الفوائد كذلك للجائحة الاهتمام بالإنتاج الزراعي وبالأمن الغذائي. لاحظنا على الدول أصبحت تنكف على نفسها من أجل على الأقل محاولة تأمين مواردها الغذائية، ولاحظنا ذلك يعني حتى السلطنة لجأت مثلا إلى الاستيراد المباشر، يعني من قبل هو كان موجود لكن تعزز خطوط وتم استحداث خطوط طيران مباشرة مع الدول المجاورة لاستخدام المواد والسلع الغذائية. فمثل ما لجائحة كورونا مصائب لكن لها فوائد مختلفة كذلك، إن أحسننا استغلالها مستقبلا بمشيئة الله عز وجل. تقريبا واصلنا قرب النهاية، وكذلك واصلنا إلى آخر حدث وقع الآن في بخصوص جائحة كورونا. مثل ما أوضحنا في الشريحة الأولى، جائحة كورونا عصفت بالعالم بأسره، يعني تقريبا أكثر من الحالات الإصابة تجاوزت 8 ملايين حالة بالسلطنة. حاولت السلطنة قدر المستطاع بالغلق بالعزل بمنع التجمعات بمنع العمل وهكذا مواجهة الجائحة، ولكن للأسف يعني لأسباب كثيرة لا يسعفنا الوقت التطرق إليها، الجائحة واصلت تفشيها. وفي المقابل يعني تيقن العالم بأسره وتيقنت الحكومة العمانية بأسرها على أنه الغلق بهذه الطريقة لن يجدي نفعا، وسننضرب في مقتل، سننضرب الاقتصاد، وسننضرب بسبب الجائحة. لذلك ارتأت كل الدول العالمية على لابد من التعايش الإجباري مع جائحة كورونا، لابد من فتح الاقتصاد جزئيا أو كليا من أجل تخفيف المعاناة الاقتصادية والتعايش مع جائحة كورونا. جائحة كورونا من خلال اتباع الاحترازات الصحية بلبس الكمامات بالتباعد الاجتماعي قدر المستطاع، لذلك بدأت كل الدول بتخفيف القيود الاحترازية، هذا أدى إلى فتح الاقتصاد. من محاسنه بدأ في تحسن ارتفاع أسعار النفط، ارتفعت من مستوى العشرينات ترتفع الآن مؤخرا مستوى الأربعينات بسبب فتح الاقتصاد، وهذا يصب في مصلحة السلطنة. كذلك حتى السلطنة الآن بدأت بفتح الاقتصاد، مثل لاحظنا مؤخرا في الأونة الأخيرة تم إلغاء الغلق بين المحافظات
وإلغاء العزل الصحي على ولاية مسقط ومطرح، والسماح بفتح تقريبا أغلب الأنشطة الاقتصادية، تم السماح بافتتاحها وبدء الناس في مزاولة أعمالهم. بطبيعة الحال هذا ستؤدي إلى تحسن في وضعية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسن في وضعية الاقتصاد في السلطنة، لكن بالمنطقة يعني ما زال التباعد قائم، ما زال يوصى الناس بأن تلتزم في بيوتها قدر المستطاع، لذلك لن تعود الحياة إلى سابق على بهذه السرعة، وإنما سيعتمد ذلك على مستويات وعلى مسار التعافي من الجائحة. إلى الآن لا يوجد لقاح يعني ناجع للجائحة، لذلك سنتعايش معها لربح من الزمن. على الأقل على التوقعات الآن تشير الرياح ستتواصل على الأقل النصف الثاني من هذه السنة، ويمكن حتى إلى بداية السنة، ولكن نعمل بنشيط الله سبحانه وتعالى ودعواتكم ودعوات الناس الخيرين أن يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن هذه الأمة ويرفع هذه الجائحة وتعود الأمور إلى سابق عهدها. فيما يقول إحنا ما نعصي المشاكل، يعني كافلنا الجوائح والتراكمات السابقة من الديون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الجائحة عنا قدر المستطاع. وهذه تقريبا نهاية المحاضرة، فنفتح المجال للنقاش. دكتور يحيى، حياك الله دكتور محمد، وننتظر الأخ بسام، هو يمكن أعلم بالاستفسارات إذا كان في استفسارات من الأخوة، لو أني أشوف أن الموضوع يعني لم، جزاك الله خير بكل شيء، يعني بالآثار بالحلول بالتوقع، ويعني كانت الورشة جدا 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 رائعة، لكن ننتظر الأخ بسام على أساس نشوف إذا كان في أسئلة من الأخوة يعني الحضور. حين أنا منتظر أي حد بيرسل سؤال برسله يظهر للدكتور إن شاء الله. طيب دكتور، يعني برأيك أن الصناديق الاستثمارية اللي تم الآن توحيدها راح يكون لها أثر إيجابي إن شاء الله تعالى في المستوى القريب، يعني على أساس نحاول أن نعيد يعني المستوى الاقتصادي إلى أفضل مما عليه الآن، يعني مثل ما تفضلت يعني عندنا الآن ثلاث جوائح وليس جائحة واحدة أثرت على الاقتصاد، فهل هذه الصناديق الاستثمارية ممكن لها يعني آثار إيجابية إن شاء الله تعالى في المدى القريب؟ هو بالمنطقة ستكون لهذا التوحيد وهذا الدمج لهذه الشركات والصناديق كلها مع بعض في تحت مظلة جهاز واحد، سيكون له الكثير من الإيجابيات الاقتصادية على السلطنة، ولكن بصريح العبارة لم تكون النتائج أو الثمار في على المدى القريب. لماذا؟ لأنه على المدى القريب لأن الصناديق قائمة بدورها، يعني قائمة بدورها، وعسى لكي لا نظلم ولا نهضم الشركات والصناديق حقوقها، فهي قائمة بدورها من قبل. مثلا على سبيل المثال متوسط العائد لصندوق الاحتياطي العماني تقريبا يقارب 7%، وهذا يعتبر مؤشر جيد في حد ذاته، وكذلك الشركات الحكومية، البعض من الشركات الحكومية تعاني من الخسائر وأصبحت عبء على موازنة الدولة، ولكن البعض الآخر منها ما شاء الله يعني مربح ويرفد خزينة الدولة. لذلك بناء على ذلك لا أتوقع أن التغيرات والنتائج ستأتي مباشرة على المدى القريب، ولكن على المدى المتوسط والمدى البعيد ستكون النتائج فعالة جدا. أولها على سبيل المثال توحيد استراتيجيات الاستثمارية، لأن عندنا شركات الآن متعددة ويوجد تداخل وبعض الأحيان حتى تضارب في استثماراتها. على سبيل المثال نأخذ مثلا قطاع الأمن الغذائي، قطاع الأمن الغذائي تقريبا صندوق احتياطي يستثمر فيه، صندوق الاستثمار العمالي يستثمر فيها، الشركات الحكومية المتعددة تستثمر فيه، فيوجد تداخل، لا ضير من وجود تداخل في الاستثمارات وهكذا، لكن من الأفضل أن تكون هذه العمليات الاستثمارية منظمة ومخططة تحت مظلة جهاز واحد. ونفس القصة بالنسبة للاستثمار السياحي، استثمار قطاع الفندقة وهكذا، تلاحظ كل هذه الأجهزة وهذه الكيانات والشركات تستثمر في مجالات مختلفة، ما يؤدي إلى تشتت الجهود وتقليل العوائد. لأن مع
توحيد هذه الكيانات تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني يعمل بتوحيد الخطط الاستثمارية لهذه الصناديق وإزالة أي تداخلات أو تشتتات في الجهود، مما سيؤدي حتما إلى تقليل المصاريف والتكاليف وتعظيم العوائد المرتجة، وبالمنطق سيؤدي ذلك إلى تنويع مصادر الدخل حتى مستقبلا نأمل في تقليل عجوزات الموازنة والديون المتراكمة للدولة والدخول دخول هذا الجهاز الجديد بأصوله الضخمة التي تجاوز 80 مليار دولار عماني، دخوله في مشروعات عملاقة في السلطنة بدل ما كانت السابق مثلا بعض الشركات الصغيرة تنافس القطاع الخاص على بعض المشاريع الصغيرة بسبب صغر رأس مالها، لأن الجهاز سيكون ذو أصول ضخمة جدا تؤهله للاستثمار في مشاريع عملاقة تضيف قيمة مضافة للاقتصاد العماني وللمنتجات العمانية وتخلق وظائف للشباب العماني، وهذا ما نعمل بشكل وبالمنطق هذه الأشياء لن تتحقق بسرعة يعني، ولما تتحقق على المدى المتوسط والمدى البعيد مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله، جزاك الله خير دكتور حسن. المعتقد دكتور أسعد ليه مشاركة أو ليه مداخلة، ما أعرف الأخ بسام إذا يسمح. أيوة دكتور حريك، ممكن تقول حتى دكتور لو أي سؤال. نعم بس ما واضح عندي الأسئلة. أوكي أستاذ لو أي كان نوجه سؤال حريك دكتور، ما هي الحلول المقترحة لرفع الآثار في مجال التعليم؟ في مجال التعليم، سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا. الآن التعليم مثل ما لاحظنا بسبب الجائحة تأثر بحدة بصريح العبارة، ما أدى إلى تعطل المدارس وإلزام لزوم الطلاب منازلهم. قامت وزارة التعليم بعض الجهود من خلال الدروس المباشرة عن طريق التلفاز وهكذا، ولكن ذلك لا يغني. لذلك الأفضل الحلول لذلك خصوصا إذا تواصلت الجائحة، إذا لم تتواصل الجائحة وتعافت إن شاء الله ستعود الأمور إلى مجراها، ولكن على الأقل نستفيد بعض العبر. إذا لم إذا الجائحة من المؤكد على أن تتواصل تقريبا في الأشهر القادمة، وتقريبا بداية الدراسة سيكون شهر أواخر 8، من ضمن الحلول يجب تقوية شبكات الاتصال بالسلطنة من أجل تعزيز التعليم عن بعد. لا مثلا في مسقط مثلا بعض المدارس الدولية والمدارس الخاصة أو خاصة في مسقط الشبكة تقريبا تعتبر جيدة شيئا ما مقارنة بالولايات وبالقرى النائية، لذلك استفاد من خلال الشبكة. بينما في التعليم العام في المدارس لا يمكن ذلك بسبب ضعف الشبكة. نأمل مستقبلا وحتى في الأشهر القادمة تعزيز الشبكة، وقامة وزارة التقنية والاتصالات بجهود من أجل يعني تم ضخ ضخ السيولة وضخ بعض المشاريع بتعزيز الشبكة في المناطق النائية. بالإضافة لذلك تم إعطاء بعض الترددات أو الطيف الترددي مجانا لشركات الاتصالات من أجل زيادة طاقتها الاستيعابية. لذلك لابد، وهذا تقريبا من دروس مستفادة، يجب تقوية شبكات الاتصالات بالسلطنة، يجب تعزيز هذه الشبكات وأن لا يكتفي فقط الشبكات البدائية، وإنما يجب الألياف البصرية مثل يجب أن تعمل السلطنة بأسرها ليس فقط بسبب الجائحة، وإنما العالم من حولنا تغير. أصبحت الآن التغيرات والمستجدات التكنولوجية تفرض ذاتها، لأن المستجدات التكنولوجية تفرض العمل عن بعد. متغيرات التكنولوجية الآن وحتى رؤية 2040 مبادئ الحكومة الإلكترونية وكل هذه، وحتى التعليم عن بعد، حتى لو راحت الجائحة وهكذا ما زال دكاترة في جامعاتهم وفي كلياتهم، ما زال مدرسين في مدارسهم يستطيعون التواصل بالرغم من وجود التعليم التقليدي، لكن يستطيعون التواصل من خلال شبكات الاتصالات، بالتواصل مع الطلاب، باستلام حتى التقارير مع احترام الواجبات والاطلاع على الملفات بدل من طباعتها، والاطلاع حتى على دروس تعليمية، تعزيز التعليم الذاتي في المنزل لدى الطلاب بطرق محببة لدى الطلاب باستخدام الوسائل التكنولوجية بدل من الركون إلى الوسائل التقليدية القائمة على الكراسة والدفتر. لذلك لابد من ذلك، على هذه الظروف فرض نفسها ويجب استغلال الفرصة لذلك. نعم دكتور، في سؤال أحد الأخوة كاتب، شكر الجزيل على العرض الممتاز،
سؤالي هو إضافة إلى ما ذكرت دكتور من طرق الخروج من الأزمة الاقتصادية في ظل هذه الجائحة، ألا يمكن أن تكون هناك آلية لزيادة إنفاق الأفراد بحيث أنها تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي؟ آلية زيادة إنفاق الفرد، يعني هل الفرد ممكن يكون مساهم إيجابي في تحسين الوضع الاقتصادي الحالي؟ سؤال، يعني سؤال جيد ما شاء الله. هو من أجل تعزيز إحدى وسائل تعزيز الاقتصاد من خلال تشجيع الأفراد على الإنفاق وعلى الاستهلاك ما يدعو إلى تحسن الاقتصاد بأكمله. ولكن يعني الآن مثلا في ظل الظروف الحالية وهكذا، تجد بعض الأفراد خاصة مثلا في القطاع الخاص تم تخفيض رواتبهم، تم تخفيض بعض العلاوات عليهم، البعض منهم بسبب الجائحة يعني أجبروا على أخذ إجازات غير مدفوعة وهكذا. فالمواطن سواء كان في القطاع الخاص يعني يعاني، فتجده يتصرف تلقائيا بتقليل الإنفاق. كذلك حتى المواطن مثلا على سبيل المثال القوة الشرائية ستتأثر بسبب التقاعد الإجباري، حيث يتم إجبار الكثيرين من تجاوز 30 سنة على التقاعد. فالمنطقة هذا سيؤدي كذلك إلى تقليل القدرة الشرائية وتقليل الاستهلاك. كذلك الإنسان أو الناس بطبع يعني تقريبا هذا حاجة شعورية ومتأصلة فيه، عند المخاطر يبدأ إلى التقطير ويبدأ إلى تخزين الثروة تحسبا لأي عواقب مستقبلية لا قدر الله. وبالمنطق هذا سيؤدي إلى ضعف الاقتصاد أكثر فأكثر. لذلك لا بد من تشجيعهم، لكن كيف يمكن تشجيعهم؟ لأن المواطن كذلك في حد ذاته يعاني وكذلك يحتاط. من ضمن الوسائل الناجحة لتشجيع المواطنين على الإنفاق هو الآن في الوقت الحالي مثلا نحن تعاني السلطنة من أزمة باحثين عن عمل. من ضمن الطرق اللي دائما أنا أقترحها ودائما أوصي بها المسؤولين هو الإحلال توظيف الشباب العماني، توظيف الشباب العماني، موجودين شباب عماني كثيرين. البعض يقول صحيح، لكن الآن عندنا أزمة، كيف يمكن نوظف؟ يمكن نوظف عن طريق الإحلال الإجباري، يعني لازم يكون إحلال إجباري ممنهج. كلما أحللت المواطن لأنه الواحد جاء هنا مثلا كي يعمل يعني جزاه الله خيرا، لكن المنطقة يعني سيرحل على مدة فراته لأهله وسرته، هذا هو الواجب اللي حتم عليه. بينما المواطن سيقوم بإنفاق دخله في البلد ما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد وتنشيط الاقتصاد. لذلك لابد كانت طريقة معينة من توظيف الشباب العماني، على أن الدولة الآن في الوقت الحالي تعاني من لامرين وتعاني من عجوزات وضعف القدرات المالية وهذا ما جرى، فلا تستطيع أن تضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد مثل سابق العهد مثلا في 2016 و2018 والسنوات الأخيرة، حيث كانت المناقصات بالمليارات تصل. فلا توجد وسيلة إلا بتشجيع الإنفاق، وأفضل وسيلة لذلك هي بتوظيف الشباب العماني حسب وجهة نظري قدر المستطاع من خلال الإحلال الممنهج لهم. أحسنت دكتور. كذلك في سؤال من أحد الدكاترة الأكاديميين الموجودين معنا، What about the impact of corona cases on the future of tourism in Oman؟ فما هو التأثير المستقبلي على السياحة في السلطنة؟ يعني هل تأثيرها الاقتصادي قصد دكتور رائف على السياحة في المستقبل؟ سؤال رائع جدا. تقريبا أكثر قطاع انضرب من ضمن القطاعات الاقتصادية هو قطاع السياحة، فقد انضربت في مقتل. ضربت في مقتل لأنه تقريبا في ذروة الموسم السياحي وتم الإغلاق بالكامل، مثل ما أسلفنا يعني تقريبا يعني كان خسائر حادة مثل ما نلاحظ في هذه الشريحة. التوقعات للسياحة سيعتمد ذلك على مدى التعافي من جائحة كورونا. على الأقل الآن مثل على سبيل المثال السياحة الداخلية أو حتى السياحة الموسم الشتوي في السلطنة، خريف صلالة الآن تقريبا صلالة معزولة بالكامل، نقل والمناطق السياحية الأخرى كذلك معزولة. ذلك من المتوقع أنه حتى الموسم الصيفي السياحي بالسلطنة أن يتأثر كذلك بحدة بسبب الجائحة. مستقبلا للموسم السنة القاربة والموسم الشتوي، الموسم الشتوي يبتدي من سبتمبر إلى مارس، على الأقل
الأشهر الثلاثة القادمة مع شهر 9 و10 و11 من المتوقع أن تأثر بحدة الموسم السياحي كذلك، لكن نأمل أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي وتنفتح الاقتصاد وتتعافى البشرية من هذه الجائحة وتعود الأمور إلى مجاريها. لذلك القول الفصل في مدى تأثر السياحة ومتى ستنفتح سيعتمد على مدى تعافي العالم من هذه الجائحة. برغم السلطان تحاول مثلا أن لاحظ مثلا استعداد المطارات العمانية لاستقبال المسافرين سواء كانوا قادمين أو المغادرين، لكن تظل يعني ما بيجيك واحد عن السياحة أصبحت الآن هاجس لدى الجميع، ما أحد يريد يروح السياحة كذا خوفا على نفسه وخوفا على سلامته من الإصابة في المرض، لكن نأمل أحسن بشيء الله عز وجل. حاليا ما أشوف أي سؤال، ما أعرف الدكتور أستاذ بسام واضح عندك أي سؤال آخر؟ لا صحيح، هو خلاص أعتقد ده كان آخر سؤال اللي هو من دكتور رائف. زين أنا بعد بعطيه سؤال دكتور. تفضل تفضل. طيب دكتور أعيد أنا على خطة الاستثمار، لازم يكون ممنهج وخطة سليمة، خطة الاستثمار عندنا خصوصا في مثل ما تفضلت، يعني الآن تم توحيد الصناديق الاستثمارية إلى جهة واحدة. فدكتور احنا تعرف في بعض الدول الخليجية على ما اعتقد يعني جتها مشكلة في سياسية، ومثل ما نقول حرب، يعني كانت تعاني من حرب، فكانت احد الاشياء اللي ساهمت في شفاء اقتصادها هي الاستثمارات الخارجية وليس فقط الاستثمار المحلي. فكان الاستثمار الخارجي مالها كان احد اسباب شفاء المشاكل الاقتصادية اللي عانت منها بسبب الحرب اللي صارت إليها. فنتمنى من هذا الصندوق أن يكون فعلا عنده هذه الخطط الاستثمارية التي تكون لها عائد ممتاز وجيد يغطي فيه التكاليف ويغطي فيه العجز يغطي فيه أي مشكلة اقتصادية قد نواجهها في المستقبل. فما رأيك يعني دكتور محمد؟ لا سؤال جيد، هذا تقريبا ملاحظة جيدة جدا، وهذا الذي دائب عليه مثلا أو فكرة بعض الصندوق الاحتياطي للدولة في القيام باستثمارات خارج الوطن من أجل تنويع الاستثمارات، يعني قدر من أجل تنويع الاستثمارات من أجل كذلك تقليل من المخاطر فقدر لو وقع حادث مثلا داخل البلد على الأقل تكون بمأمن، مثل ما ذكرت دكتور يحيى تكون في مأمن، على الأقل عندك بعض الاستثمارات الخارجية التي تدر عليك بعض العوائد أثناء وقت الأزمات الداخلية. وهذا ما نأمل من الجهاز من الاستثمار مستقبلا أن يحاول يركز في الاستثمارات وينوع في استثماراته، ولكن بنفس الوقت بعدم إغفال الاستثمار في السلطنة، في داخل السلطنة ما زالت تبكر وتحتاج للكثير من الاستثمارات، ولكن يعمل على الموازنة بين الاستثمار الداخلي لتنشيط الاقتصاد وبين الاستثمار الخارجي جذب مخاطر تقليل وجذب عملات صعبة ترفض الاحتياطي النقدي للدولة. فهذا مؤمن بمشيئة الله إن شاء الله. هذا سؤال من الدكتور أسعد، دكتور موجود معنا، يقول مدى تأثير الجائحة على رؤية عمان 2040، مع أنك أنت تفضلت يعني وتكلمت عليها، ف ممكن هو الدكتور فاتو حاجة في التأثير على رؤية عمان 2040. رؤية عمان 2040 هي رؤية طموحة جدا ورؤية عصرية بمعنى الكلمة وشاملة، وتم استحداث هذه المرة بخلاف رؤية 2020 تم استحداث KPIs أو مؤشرات الأداء لقياس مدى التطور في هذه المرتكزات والمحاور المختلفة، وأغلب هذه المؤشرات هي عبارة عن مؤشرات عالمية مثل مؤشرات التنافسية العالمية، مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مؤشرات الابتكار وهكذا، وهذا هو الجميل جدا. بالمنطق يعني وجهة نظر يعني بعض الأهداف لها تقريبا مبالغ فيها شيئا ما، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية، فبسبب الجائحة وبسبب تراكم الديون وبسبب العجوزات الحالية هذه كلها ستؤثر على بداية رؤية 2040. ستكون بدايتها يعني تقريبا يعني بدايتها ستمر بمخاض عسير أو بدايتها متعسرة شيئا ما، لكن نأمل مستقبلا بمشيئة الله عز وجل أن تتغير الأمور.
هذا من ناحية السلبيات. من ناحية الإيجابيات التي استجدت على الرؤية، مثل ما ذكرت على أن الرؤية في حد ذاتها يعني سرعت، أو عذرا الجائحة في حد ذاتها سرعت من تطبيق رؤية 2040. رؤية 2040 قائمة على الاقتصاد المعرفي، ولاحظنا اقتصاد المعرفة واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ولاحظنا ما شاء الله بسبب الجائحة انتشرت استخدام التطبيقات الإلكترونية، المنصات الإلكترونية، التعليم عن بعد، الحكومة الإلكترونية، وهكذا. من ضمن مرتكزات الجائحة قائمة على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لأن الجائحة والعجوزات المتولدة عنها ستكون دافع وضاغط من أجل تحقيق ذلك الهدف. وسلطان هيثم حفظه الله يضع ذلك نصب عليه، وقد بدأ في ذلك تباعا، ولاحظنا الآن يعني من خلال الإجراءات التي أخذها. من ضمن مرتكزات 2040 تنويع مصادر الدخل ودراسة هيكلة الشركات الحكومية من أجل زيادة كفاءتها وزيادة تطبيق مبادئ حكم عليها، وهكذا. ولاحظنا مؤخرا من خلال إنشاء الجهاز الاستثمار العماني الذي ضم كل هذه الشركات الحكومية والصناديق السيادية تحت مظلة الجهاز الاستثمار العماني. ونلاحظ ما شاء الله يعني هذه الإيجابيات وهذه البركات كانت كلها أمور إيجابية انبثقت من جائحة 2040، وكانت لصالح رؤية 2040 أقل للتسريع بها وللتسريع بمرتكزاتها. ولكن ومع ذلك مثل ما طبق سابقا ولادتها ستكون عسيرة بسبب الظروف المالية التي تمر بها السلطنة، ولكن نعمل لحسب مشيئة الله عز وجل، رب ضارة نافعة كما يقولون. أعتقد أنه الآن لا توجد أي أسئلة حاليا. ففي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الفاضل الدكتور محمد الوردي على هذه الورشة القيمة جدا، والتي أتاحت لنا معرفة الآثار الاقتصادية على السلطنة والحلول التي انتهجتها السلطنة لتخفيف هذه الآثار الجانحة والحلول التي انتهجتها السلطنة. وشكرا جزيلا للدكتور الذي كان يعني ممتع في إعطاء هذه الورشة وإعطاء حقها كاملا من حيث المشاكل ومن حيث الحلول وكذلك التصور المستقبلي. فشكرا لك دكتور، وشكرا كذلك لمن قام بإعداد وتهيئة هذه المحاضرة من قبل الأستاذ بسام والفاضلة حنان البدري. والشكر موصول لجميع الحضور الذين شاركونا في هذه الورشة الطيبة من حيث أسئلتهم ومشاركتهم مع الدكتور محمد. وعلى أمل إن شاء الله أن نلتقي بفعالية أخرى من فعاليات التي ستقوم الكلية إن شاء الله باحتضانها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وألف شكر ليك دكتور محمد على هذه الورشة القيمة. لا شكر على واجب، شكرا جزيلا لكم على هذه الدعوة الكريمة، وعسى أن يكون قد أضفنا وأثرينا الحلقة وأفدنا الأخوة المتابعين والمستمعين بمشيئة الله عز وجل. وفي النهاية لا أشكركم، وأن نرفع كف التضرع والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفع هذا البلاء عن البشرية ويزيل هذه الجائحة وأن تعيش البشرية في أمن وسلام. وشكرا جزيلا لكم، وتصبحون على خير. على ألف خير.